بسم الله الرحمن الرحيم. في الفصل السادس، الدرس الثالث يا شباب، الصف الأول الثانوي، مدخل إلى الحيوانات، هذا اسم الفصل السادس. الفكرة العامة أيضا مراجعة مرة أخرى. تصنف الحيوانات بواسطة مستويات بناء أجسامها وتراكيبها وخصائصها وتكيفاتها. خصائص الحيوانات، الدرس الأول طبعا كان بيتكلم الفكرة تحته. الحيوانات مخلوقات حية متعددة الخلايا حقيقية النواة غير ذاتية التغذي، تكيفت للعيش في بيئات مختلفة. الدرس الثاني كان اللي بيتكلم مستويات بناء جسم الحيوان، وكان يمكن تحديد العلاقات بين الحيوانات جزئيا بواسطة مستويات بناء أجسامها وطرائق نموها. درس اليوم يا شباب وهو الاسفنجيات واللسعات، ودي يا شباب تعد الاسفنجيات واللسعات أول شعب المملكة الحيوانية. الاسفنجيات، تتميز الاسفنجيات بمميزات خاصة. أول ميزة، لا تملك نسيجا أو عد أو أعضاء، ما عندها ولا نسيج ولا عضو، ليس لمعظمها تناظر لأن ما عندهاش نسيج يا شباب، فبالتالي ما يكونش عندها تميز أو تناظر. يمكن تجزئة الإسفنج إلى خلايا منفصلة، تتجمع هذه الخلايا بعضها مع بعض مرة أخرى لتكون إسفنجا جديد. الإسفنجيات، تركيب الجسم، مظهر الإسفنج غير متماثل وله ألوان براقة. لا تكون أنسجة، حيث أن جنة الإسفنجيات لا تكون طبقتين الوسطى والداخلية. للإسفنجيات طبقتان من الخلايا المستقلة بينهما طبقة هلامية. توجد خلايا تشبه الخلايا الطلائية تغطي الإسفنج وتحميه. أيضا في تركيب جسم الإنسان، تبطن الخلايا المطوقة الصوتية الإسفنج من الداخل. تتحرك أصوات الخلايا المطوقة في اتجاهات متعاكسة، فيدخل الماء الجسم عن طريق ثقوب وتخرج منه المياه والفضلات عن طريق فتحة الزفيرية، تشبه فتحة الفم تفتح في أعلى الإسفنج. هذه شباب فتحة الزفير، شباب أعلى لجسم الخلايا المطوقة، وهذه الثقوب وخلايا شبه طلائية، وهذه الشوكيات وخلايا شبه أميبية قديمية. لا تحتوي الاسفنجات على أنسجة وأعضاء، ويتكون جسمها من طبقتين من الخلايا. التغذية والهضم، يعد الاسفنج ذو تغذية ترشيحي، أي أنه يحصل على غذائه بترشيح الدقائق الصغيرة من الماء، يعني ليس له، ما عنده جهاز، لأنه شوف ما عنده نسيج أصلا ولا عنده عضو، كيف يكون عنده جهاز؟ إن تحرك الإسفنج المكتمل إنه محدود، لأنه من الحيوانات غير المتحركة الجالسة الثابتة، أي أنه يلتصق ويبقى في المكان نفسه. تدخل المغذيات والأكسجين الزائد في الماء عبر الثقوب إلى الجسم، حيث تلتصق دقائق الغذاء بالخلايا فتهضم كل خلية الغذاء الملتصق بها. الدعامة، توجد ضمن الطبقة الجيلاتينية الواقعة بين طبقتي الخلايا الإسفنج خلايا تشبه الأميبا، تسمى بالخلايا شبه الأميبية القديمة، وهي خلايا تستطيع الحركة وتغيير شكلها. أهمية الخلايا شبه الأميبية، تشارك في عملية الهضم والإخراج، تشارك في عملية إنتاج الجاميطات الأنثوية للبويضات والذكرية للحيوانات المنوية، تنتج الشوكيات، التركيب الخاص بدعامة الإسفنج. الشوكيات، تراكيب صغيرة إبرية مصنوعة من كربونات الكالسيوم، من السيليكا، من ألياف بروتينية قوية تدعى الإسفنجين. هي شباب الشوكيات تراكيب صغيرة إبرية، دي الدعامة بتاعت الإسفنج. هذه الشوكيات إما من كربونات الكالسيوم أو السيليكا أو ألياف بروتينية قوية تدعى الإسفنجين. الاستجابة للمثيرات، ليس للإسفنج جهاز عصبي، له خلايا شبه طلائية
تحس بالمؤثرات الخارجية كاللمس أو المنبهات الكيميائية وتستجيب بإغلاق ثقوب لإيقاف تدفق تيار الماء. التكاثر، تتكاثر السنجات لا جنسيا بالتجزؤ بالتبرعم بإنتاج البرعميات. التجزؤ، تنكسر قطعة الإسفنج وتتحور إلى إسفنج مكتمل النمو. أما التجزؤ التبرعم، يتكون نمو صغير على الإسفنج ثم يسقط تاركا للإسفنج الأصلي ويستقر في مكان آخر لينمو ويتحول إلى إسفنج جديد. أما إنتاج البرعميات، تكون بعض الإسفنجيات برعمات جسيمات تشبه البذور، تحتوي على خلايا إسفنجية محمية بالأشواك، تعيش وتنمو مرة أخرى عندما تصبح الظروف ملائمة. الإسفنجيات التكاثر، تتكاثر أغلب الإسفنجيات جنسياً. بعض الإسفنجيات لها جنسان منفصليان، لكن أغلب الإسفنجيات خنساء، يعني تحتوي على أعضاء التسكين والتأنيس. تبقى البويضات داخل الإسفنج خلال التكاثر، بينما تنطلق أغلب الحيوانات المنوية في الماء لتنقلها تيارات الماء من إسفنج إلى الخلايا المطوقة لإسفنج آخر. فتتحول الخلايا المطوقة إلى خلايا متخصصة من نوع آخر يحمل الحيوان المنوي إلى البويضة ليخصبها مكونا للقاحة التي تتحول إلى يرقة تسبح حرة مستعملة الصوت، وأخيرا تلتصق اليرقة بسطح ماء ثم تتحول إلى إسفنج مكتمل النمو. ودي يا شباب يوضح، يحتاج التكاثر الجنسي في الإسفنج إلى تيار مائي عشان يحمل الحيوانات المنوية من إسفنج إلى آخر. أدي رقم إيه، تطلق الحيوانات المنوية المياه إلى المياه وتسبح بحرية وتنقلها تيارات الماء لتصبح اللي تصل إلى الإسفنج آخر، ثم تمسك الخلايا المطوقة بالحيوان المنوي لإسفنج آخر وتخصب البويضة داخليا، تنطلق بعدها اليرقة، تسبح اليرقة مستعملة للأداء، ثم تلتصق اليرقة أخيرا بسطح ماء، ثم تنمو اليرقة الجالسة إلى إسفنج بالغ وقادر على التكاثر مجددا. بيئة الإسفنج، تشكل الإسفنجيات غذاء لبعض الأسماك الاستوائية والسلاحف، كما تشكل بيئات العديد من الديدان والأسماك والمستعمرات تكافلية من الطحالب الخضراء. تعيش بعض الإسفنجيات على ظهور بعض الرخويات لتمكنها من التخفي. فوائد الإسفنجيات للإنسان، الإسفنجيات التي تحوي شوكيات مصنوعة من الألياف الإسفنجين غالبا ما تستعمل في عمليات تنظيف المنازل. تدخل المركبات الدوائية التي تفرزها خصوصا ذات التأثير المضاد للبكتيريا والالتهابات والأورام في تركيب بعض الأدوية التي تستعمل في علاج بعض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والأجهزة الدورانية، الجهاز الدوري والجهاز الهضمي، اللسعات أو يسموها الجوف معوية. تركيب الجسم، تشبه اللسعات الإسفنجيات باحتوائها على فتحة واحدة للجسم ولأغلبها طبقتان من الخلايا. تحمي الطبقة الخارجية من الجسم في حين تقوم الطبقة الداخلية أساسا بالهضم. لها تناظر شعاعي لأنها تحوي أنسجة مما يمكن الحيوانات البطيئة أو غيرها المتحركة أن ترصد الفرائس القادمة من أي اتجاه وتمسك بها. لها تكيفات تساعده على الطفو على الماء أو الالتصاق بأسطح الأجسام تحت سطح الماء، زي قنديل البحر، زي شقائق النحمان. قنديل البحر يطفو حر، أما شقائق النحمان بيكون جالسة للساعات تناظر شعاعي، ويمكن أن تكون طافية حرة زي قنديل البحر، وممكن أن تكون جالسة زي شقائق النعمة. الجوف معويات أو اللسعات، التغذية والهضم، اكتسبت اللسعات اسمها من امتلاك اللوامس مزودة بخلايا لاسعة. تحتوي الخلايا اللاسعة على كيس خيطي لاسع، وهو عبارة عن حويصلة تحوي أنبوبا ملتفا شبيها بالخيط، ويحتوي على سم وخططين. هو دي يا شباب تعريف يعني كيس خيطي لاسع، عبارة عن حويصلة تحوي أنبوب ملتف شبيه بالخيط يا شباب، يحتوي على سم وخططين.
تزداد نفاذية الكيس الخيطي اللاسع نتيجة للمس أو لمنبه كيميائي، مما يسمح باندفاع كثيراً إلى داخله. التغذية والهضم: ينطلق الكيس الخيطي اللاسع بقوة نتيجة ازدياد الضغط الإسموزي، ويعد انطلاق هذا الكيس من أسرع العمليات الخلوية في الطبيعة، مما يجعل هروب الفريسة أمر غير ممكن بعد ملامسة هذه الخلايا. تجلب الفريسة بعد الإمساك بها بواسطة الكيس اللاسع واللوامس إلى الفم. تحيط الطبقة الداخلية من الخلايا بفراغ يسمى التجويف المعي الوعائي. التغذية والهضم أيضا في الإسعاعيات: تفرز الخلايا المبطنة للتجويف المعوي الوعائي إنزيمات هاضمة على الفريسة، تطرد المواد غير المهضومة عبر الفم. وهذا شباب عبارة عن كيس خيطي لاسع، خلايا لاسعة، مجسة تنبيه، أنبوب شبيه بالخيط، وأدي دي نفس الشيء لوامس. ما شباب طبقتين عندها فم وشرج فتحة بعدها، تجويف معي وعادي. خلايا لاسعة تحوي كيس خيطي لاسعا ينطلق منه اللوامس حين ملامسة الفريسة لها. يؤدي الفم في الإسعاعات مباشرة إلى التجويف المعي والقناة الهضمية فتحة واحدة، مما يسبب في إخراج الفضلات عبر الفم. يبقى ما فيش فتحة شرج، هي فتحة واحدة. الاستجابة للمثيرات: تحوي اللسعات جهاز عصبيا خلاف من شباب الإسفنجية، يتكون من شبكة عصبية توصل السيالات من جميع أجزاء الجسم منه وإليه. تسبب سيالات الشبكة العصبية انقباض خلايا شبه عضلية في طبقتي الخلايا، والنتيجة لذلك تتحرك اللوامس للإمساك بالفريسة. لا توجد لسعيات أوعية دموية أو جهاز تنفسي أو أعضاء للإخراج. التكاثر: توجد أغلب لسعيات في طرزين جسميين كما في قنديل البحر، الطراز أو الطور البوليبي، والطراز أو الطور الميدوسي. الطور البوليبي يا شباب يشبه الجسم الأنبوب، ويوجد فم محاط بلوامس. يبقى لسعيات لا طورين، طور البوليبي والطور الميدوسي. الطور البوليبي يشبه الجسم الأنبوب ويوجد فم محاط بلوامس. أما الطور الميدوسي الجسم يشبه المظلة وتدلى منه لوامس، ويقع الفم الميدوسي على السطح الباطني بين اللوامس. وهذه يا شباب طرق تكاثرها بين الطورين، الطور الميدوسي والطور البوليبي. عبارة طور الميدوسي عبارة عن ذكر وأنثى، حيوان منو وبويضة، تكاثر جنسي زيجد، يرقة حرة ثم برعوم ثم الطور البوليبي ثم تكاثر لا جنسي، وينتج مرة أخرى الطور الميدوسي. ودي تكاثر قناديل البحر بهذه الطريقة، جنسي ولا جنسي. في هذه الحالة خدناها قبل كده اسمها ظاهرة تعاقب الأجيال أو تبادل الأجيال. بيئة اللسعيات: تنتشر علاقات التقايض في اللسعيات. على سبيل المثال أحد أنواع شقائق النعمان يلف نفسه حول صدفة السرطان ليحصل على فتات الطعام وليحمي السرطان، فدي عبارة عن تقايض، الاثنين بيستفادوا. تحتمي سمكة المهرجة باللوامس شقائق البحر، وفي المقابل تجذب السمكة الفريسة لشقائق النعمان. فوائد اللسعيات للإنسان: زيارة الشعب المرجانية لمشاهدة الألوان الزاهية الجميلة الجذابة. يستفاد من بعض الأنواع المتكلسة من المرجان في المجالات الطبية وخصوصا العمليات الجراحية. يستخدموا الأطباء مادة الهيدروكسي أبتايت لعمل زراعات الأعداء لإعادة بناء عظم الوجه ومنها الفك. المقارنة بين الإسفنجيات واللسعيات: مقارنة جميلة جدا يا شباب بين الإسفنجيات من أيسو مستويات بناء الجسم معظمها عديم التناظر في الإسفنجيات، أما اللسعيات تناظر شعاعي. التغذية والهضم: ترشيحي في الإسفنجيات يتم من الهضم داخل الخلايا، أما في اللسعيات بتمسك الفريسة عن طريق خلايا لاسعة
ولوامس يتم الهضم في التجويف المعوي الوعائي، الحركة في الإسفنجيات جالسة، أما في الإصعيات بتكون طافية على الماء أو جالسة. الاستجابة للمثيرات، لا يوجد جهاز عصبي الخلايا تستجيب للمؤثر، أما في الإصعيات عندها جهاز عصبي بسيط يتكون من شبكة عصبية. التكاثر خنسة، تتكاثر جنسيا وأيضا التكاثر لا جنسي يحدث عن طريق التجزؤ والتبرعم أو إنتاج البرعميات، هنا الجنس فيها منفصل ويتكاثر جنسي، وبرضو عندها ظاهرة تعاقب الأجيال، تكاثر جنسي ولا جنسي. في الطور البليبي تتكاثر لا جنسي عن طريق التبرعم. خلاصة الدرس يا شباب، اللي هو الدرس الثالث اللي هو الاستنجات والنسعات، يمكن وصف الاستنجات بناء على الصفات الحيوانية التي تملكها. لا توجد أنسجة في الإسفنجيات وهي قادرة على القيام بوظائف الحياة كسائر الحيوانات. اللسعيات صفات مميزة لا تملكها حيوانات أخرى. للسعيات تركيب جسمية متقدمة أكثر تعقيدا من الإسفنج. تعد الإسفنجات والسعيات مهمة للبيئة والإنسان. نكون هنا شباب انتهينا من الدرس الثالث، هو ألا وهو الإسفنجات والسعيات. في الفصل السادس اللي هو مدخل إلى الحيوانات، كان معكم معلمكم محمد زين، مدارس الشعلة الأهلية، القسم الثانوي بالرياض.